السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. النهارده هوريكم جوله داخل مجتمع الجولف كورس دبي هيلز استيت، وهنروح تحديدا في غرفه العرض او فيلا العرض بتاعت جولف بلايس 2 من إعمار. بقى عندنا 4 5 6 غرف، وقت الدفع 60% اثناء الانشاء و40% على سنتين بعد الاستلام. طبعا الكوميونتي زي ما انتم شايفين يعتبر خلاص اولموست فولي استابليش، او يعتبر خالص كله بالكامل. الوحدات السكنيه، الشقق، الفيلل، الكلوب فيلا، السيدرا، ميبل، كل الحاجات دي خلاص ساكنه او بتتسلم خلاص. فالكوميونتي فيه كل الخدمات اللي انت محتاجها، والفيلل بتاعت جولف بلايس اسعارها هتبدا من حوالي 7-8 مليون، لسه مش عارفين الاطلاق هيبقى في خلال ايام قليله جدا. فاستمتعوا بالجوله داخل دبي هيلز استيت. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش احلى لايك واحلى اشتراك، ونراكم داخل فيلا العرض. يلا سلام. ماشي، عندنا هنا الفيلا. شفت بقى الفلور تو سيلينج، الارضيات عامله ازاي. وعندك هنا مكان للجاردن، هنا الجراند انترنس. خشب هنا. الشكل الخارجي برضو عامل ازاي، معاصر جدا، مودرن قوي. دي كده حق ان هي يعني اكبر من اللي انت شايفه. الضيوف برضه عندك بلكونه على طول على المدخل الرئيسي. هنا المطبخ، سيد امينو حبيبنا منور الدنيا والله. خاصمني ولا ايه؟ طيب حته للشواء، هي باربيكيو اريا. الجودة الصراحة ما عالية، الإدراج سوفت كلوزينج برضو. سوري جنس. ده هنا بقى المطبخ الديرتي كيتشن، المطبخ التاني. ده هنا ستورج أو غرفة الغسيل. ده هنا برضو بقى دي غرفة مربية المنزل يا جماعة، معلش صغيرة. الحمام الملحق بيها. عندنا فوق بقى صور دي، ما صورتش اللي هناك دي. اوكي، انا بقى في الدور التاني. عندنا مكتبة، ده هنا أول غرفة نوم. الصراحة يا جماعة الحمام، يعني الحمام والدريسنج روم اوف. لا حاجة يعني يقول لك عندنا في مصر فاخر من الآخر والله. دي بتفتح طبعا، بس انا مش عايزين نلعب بقى في حاجه عشان ما نقلقش، كسرتوا لنا حاجه. دي الماستر اكيد يا جماعه بالحمام ده. انا اول مره اجي هنا يا جماعه، فبنعتذر لكم على التعليق، المعلومات ما تبقاش دقيقه قوي. بس انت عندك طبعا بلكونه اهي، مش محتاجه يعني اي معلومات. يبقى احنا كده عندنا ثلاثه فوق. لا ثلاثة فوق ايه؟ واحد اثنين ثلاثة
أربعة فوق واحدة تحت. حلو، بيبقى 5 beds. 5 beds كلهم طبعا ملحق بيهم الخزانات، ودي ملحق بيها الشاور بتاعها، الحمام بتاعها، وهنا ده حمام مشترك للغرفتين النوم دول، دي ودي. عندنا هنا دي 5 غرف، ننتظر بقى نشوف الكبيرة 6 غرف تبقى عاملة ازاي. ماشي يا جماعة، الفيلا دي لسه ما خلصتش، قفلوها ولا ايه يا جماعة؟ لا الله يبارك لكم، قفلوها. طيب معلش بقى يا جماعة، هحاول اجيب لكم.